بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم هيثم شرف. النهارده بإذن الله هنتكلم على تو نيو فيتشرز في الاكتشينج 2010 سيرفيس باك 2، حاجه اسمها الميني اوا وحاجه اسمها ادرس بوك بوليسي. تعال نشوف الاول يعني ايه ميني اوا. باي ديفولت لما اي حد بيجي يفتح الاوا بيخش على البراوزر ويكتب الاو باس، نفترض ان هو ميل دوت كوكا كولا دوت كوم، وبيكتب الدومين نيم او ممكن يبقى يوزر نيم على طول، وده يعني كل الكلام ده اكدنا فيه قبل كده في حلقة سابقة عن الكاس. بيخش الاو وتصفح الحاجة اللي فيها and so on. طيب تخيل بقى لو هو الراجل ده داخل من دايلاب، عقبال لما يفتح له الصفحة بتاعت القوة دي حلو ويظهر له يوزر نيم وباسورد، دي فيها ربع ساعة. ليه؟ ان هو داخل من انترنت كونكشن ضعيفة جدا، فعشان يظهر له كده ويدخل يوزر نيم وباسورد ويلوجن ويظهر له الميلز بتاعته هياخد وقت، فطبعا ده مش لطيف. عملوا حاجة اسمها ميني اوا، ان انا ممكن اقدر اخش على الميل بوكس بتاعي لكن باقل باندويتس ممكنة عن طريق حاجة اسمها الميني اوا، او احنا بنسميها دلوقتي الاوما. طيب ايه الفكرة؟ ان هو حط لك، تعالى ناخدها بقى من تحت، هو حط لك في الاي اس، بص معايا كده، تحت الاوا فيرتشوال دايركتوري اسمها الاوما. طب ما نيجي نفتحها، تعالى نبص كده، تعالى نخش على اوا الباس بتاعنا، لكن بعد كده هعمل سويتش اوما، دي هتفتح لي حاجه اسمها الميني اوا. تعال نبص عليها، فتح لي بيزك اوثنتيكيشن يوزر نيم وباسورد. هقول له انا اسمي تامر، الباسورد باسورد. بص دخل لي على ايه؟ دخل لي على الاوا بتاعتي، حلو، لكن ميني اوا، ما بقاش ما ظهرليش الفورم بيز اوثنتيكيشن بتاعتي، واخد بالك؟ لا، ظهر لي بيزك اوثنتيكيشن عادية. طبعا دي بتسرع عملية البراوزنج بتاع الميل بوكس بتاعي، ان انا اقدر افتحه. قبل كده كان محتاج مني مور باندويتس، انا كده ممكن اخش ايه دايلاب. طب لو مثلا عايز ابعت ميل هعمل ايه؟ هبص هفتح البوكس بتاعي، هل انت عندك 3 ان ريد ميلز؟ مثلا هفتح اول واحده، طبعا هلاقي ايه الكلام بتاعها، ممكن اعمل عليها ريبلاي، ريبلاي اول، فورورد، اعملها ديليت، اعملها فلاج، مارك از ان ريد ديتيلز، اعرف عنها، اخش على ارجع تاني افتح حاجه تانية، طب اقف على الميل بوكس بتاعي، ممكن ايه اعمل نيو ميل، هقول له انا عايز ابعت ميل تو مين، هقول له تو تامر ات كوكا دوت كوم مثلا، انا هبعت ميل لنفسي سي سي جودي ات كوكا دوت كوم، السبجكت هقول له تيست ميني اوا، المسج جاست تشيك ميني اوا، واقول له سند. خد بالك جات لي المسج اللي انا ايه بعتها لنفسي،
يبقى انا كده اقدر ابعت او اسف ابعت ميلز باقل انترنت باندويث ممكنه. ممكن طبعا جالي الميل ممكن اعمل عليه فورورد لحد مثلا، فورورد لجودي مثلا، بلاش لبدر ات كوكا دوت كوم، واقول له سند. اوكي دي اسمها الميني هو. تعال نبص على جودي. خد بالك جالها ميل من تامر بيتست الايه ميني هو. فدي فيتشر جديده نازله مع ال اكشينج 2010 سيرفيس باك 2. تعال نروح لتاني فيتشر، وهي حاجه اسمها الادرس ليست بوليسي. تعال نبص عليها. تعال على مستوى الميل بوكس، ظهر لي تاب جديده اسمها الادرس بوك بوليسي. دلوقتي ممكن اقدر اعمل حاجه لطيفه جدا، ان ادي لجروب اوف يوزرز ان هم لما يجي يفتحوا يبقى عندهم ادرس بوك خاص بيهم، خاص بشركته، في ليستس معينه فيها كده. طب تعالى نبص، تعالى مثلا نعمل لسته جديده. تعال نقول مثلا هعمل لسته جديده اسمها السيلز ليست نيو. هقول لها بصي على او اسمها سيلز، خدي منها كل الريسيبينتس باي كونديشن. ابص على الناس اللي فيها، عندي خمسه يوزرز ليهم ميل بوكس في السيلز. نيكست، طبق لي الليسته دي حالا. كده انا كريت ادرس ليست جديده. طب عايز اظهرها للناس او لناس معينه او لفرد شخص، يعني واحد بعينه. عندي حاجه اسمها ادرس بوك بوليسي، بعمل نيو ادرس بوك بوليسي. نفترض مثلا نيو ادرس بوك بوليسي، بيقول لي اختار الليست اللي احنا هنديها للناس. فهقول له بالنسبه للجال اديهم الديفولت جال. طبعا لو انا عامل اكتر من جال هيبان عندي. ودي برضو للناس الاو اي بي، ممكن يبقى عندي اكتر من او اي بي اختار انا عايزه. ممكن يبقى عندي اكتر من روم، واديهم غير كده، اديهم السيلز ليست نيو. انا كده عملت ادرس بوك بوليسي جديده. تعالى على ميل بوكس مثلا بتاع تامر ده، تعالى روح للميل بوكس سيتنجز، هتلاقي ادرس بوك بوليسي. قول له انا عايز استخدم النيو ادرس بوك بوليسي. قول له اوكي. يبقى كده تامر ده اول ما يفتح عنده هيلاقي الليست اللي انا حاطها له فقط لا غير، مش اكتر ولا اقل من كده. ممكن طبعا يعني ايه عن طريق الشيل اقول له مثلا ايه ست، خد بالك هقول له لا معلش اسف، جت مثلا افترض اقول له ايه هات لي الميل بوكسز اللي هي في الاو يو اللي اسمها سيلز بايبلينج، ست الميل بوكس بتاعتهم ان الادرس بوليسي بتاعتهم يبقى اسمها مثلا مش فاكر انا عاملها اسمها ايه، اسمها نبص عليها معلش نيو اي بي، نيو اي بي بي. اوكي يبقى كده كل واحد فيهم هيبقى
هيظهر له الادرس ليست اللي انا عايزه يبص عليها فقط لا غير. شكرا.